نستخدم الحين فيوستجنين، فيوستجنين وش وظيفته؟ يرتبط بالانزيم يزود الكونسنتريشن حق الاستايلكولين في المكان حق الريسبتور، حيزيد اكثر من الاستايلكولين لانها الاستايلكولين سنسيتيف للانزيم هذا، قفلنا اصلا الانزيم فبيزيد الاستايلكولين. طيب نختار نست الدرج، حط الدرج لنا، ناخذ الفوت ارفع نحطه فوقنا، بدا نبدا راح نشوف كم يكون ثانيه. نفس الشيء زي ما قلنا، تجرب كل درج ثلاث مرات وتقسم على ثلاثه. كم 16 من شوي كان 25 الحين 16، نفس الطريقه تقسم على ثلاثه.